الشرط الثاني العقل. مانا سرتي ديمو سرتي جولدت حكيل. فالمجنون لا تقبل صلاته. كونو نيتو فيتو دو اون جولد ماكو جاباتاكي. ومن باب اولى السكران. هاي يو ايتي سيكي اون انا رماكو كوسول اون دون جولد ماكو جاباتاكي. فلا بد ان نمنع هذا من شرب الخمر ونقول لا بد ان تصلي. كوبي هادين او يارو دو يارو بيرن دو انم اتش يارغول بير جولا. واذا كان عندنا انسان مريض يعني يذهب عقله ثم يعود، اذا كان هذا الوقت الذي يعود اليه العقل فيه يستطيع ان يؤدي الصلاه لابد ان يؤدي الصلاه. ساي هبي انا فدتيدو ولا حكلي ماكو يها اي وقت با وقت اون دون اندار بيركو حكلي ماكو ارتيكون ساي مواوي نينو جولد ان يو جولو. والله اعلم.